نرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نرجع لهالة عشان تعرفنا على أخبار الطقس بالتفصيل. تفضلي يا هالة. شكرا شمانة، شكرا عبد الصمد. النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بتمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متباعدة من اليوم. خلونا نتعرف أكتر عن التفاصيل بالنسبة لحالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. حضرتك امبارح لما طلعتي معانا على الهواء قلت لنا ان النهارده متوقع امطار رعديه وان الجو هيكون فيه تقلبات النهارده لغايه بكره تقريبا، فطمنينا على اخبار الجو بقى النهارده. بالفعل يمكن احنا اليوم هنشهد تحديدا من مساء اليوم حاله من التقلبات الجويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. فترات النهار لسه هيكون فيها ارتفاع في درجات الحراره، لان احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بسبب ان الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية، فبالتالي هتؤدي لارتفاع درجات الحرارة. اجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، حر على جنوب الصعيد، مائلة للدفء على المحافظات الموجودة في سواحلنا الشمالية. ده هيكون خلال فترة النهار. يمكن كمان بعض المناطق ممكن يكون فيها أمطار خفيفة، لكن الحالة الجوية هتبدأ بشكل كبير مع فترة المساء على المناطق الغربية بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وأيضا منخفض البحر الأحمر في كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر. فحالة التقلبات الجوية هنلاحظها بشكل كبير خلال فترة المساء، وخاصة في سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق من الصحراء الغربية هتكون عليها أمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي. مع تقدم ساعات المساء تبدأ بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري وأيضا شمال الوجه البحري تنضم ضمن المحافظات اللي هيكون عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا. بالإضافة كمان القاهرة الكبرى خلال فترة الليل هيكون عليها أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا أيضا في بعض المناطق من القاهرة الكبرى. مع دخول يوم السبت وليلة يوم السبت وأيضا بعض فترات النهار في يوم السبت، المناطق الشرقية كمان هتبدأ تنضم دي المناطق الغربية، ويكون الأمطار ما بين المتوسط والغزيرة على أغلب المحافظات الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، محافظة البحر الأحمر، سيناء. فده هيكون يوم السبت إن شاء الله. ونتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في سيناء ممكن بعض السيول تتشكل في بعض الطرق المؤدية من وإلى المدن الموجودة في سيناء، فناخد بالنا من السيول اللي هتبقى موجودة في سيناء يوم السبت إن شاء الله. بالإضافة كمان السحب اللي هتبقى موجودة هتكون سحب رعدية، فممكن يكون معها بعض تساقط لبعض حبات البرد اللي هي الكرات الثلجية بتتساقط مع الأمطار، ممكن كمان يكون معاها نشاط لرياح هيخلينا نحس ببعض الأتربة قبل سقوط الأمطار مع السحب الرعدية. غدا السبت هيكون في اختلاف تماما، هيكون في انخفاض في درجات الحراره تمام عن اليوم. اليوم 28 درجه مئويه، غدا متوقع يكون 21 درجه مئويه خلال فتره النهار. فهيكون سبع درجات، ده انخفاض سبع درجات يا دكتور صح؟ بالظبط، انخفاض سبع درجات، وكمان هيكون في نشاط لرياح غدا على اغلب المحافظات هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. فمهم جدا في الفترة دي ناخد بالنا من التقلبات الجوية، أهمها اختلاف درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل. حتى لو خففنا فترة النهار مهم جدا نحافظ على الملابس الشتوية خلال فترات الليل. كل سنة حضراتكم طيبين، كلنا بنحب نخرج فترة الليل بعد الفطار. صحيح، بعد الفطار بالظبط. فناخد بالنا من الملابس، لازم تكون ملابس شتوية أو ناخد معانا قطعة ملابس إضافية واحنا خارجين. مهم جدا السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق خلال فترة الليل وغدا إن شاء الله القياده تكون بهدوء تام مع سقوط الامطار، لانها ممكن تؤدي لانزلاق العجلات وممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اشياك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، المباني المتهالكه، الاشجار، ونتابع النشره الجويه بصوره يوميه عشان نشوف اي تحديث في الحاله الجويه. طبعا بنتمنى السلامه للجميع، واكيد نصايح حضرتك مهمه وبنتابع مع حضرتك بشكل يومي النشره الجويه. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده.
في القاهرة العظمى 28 والصغرى 15، وفي العاصمة الإدارية العظمى 29 والصغرى 16، في الأسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، أما في العلمين الجديدة فالعظمى 21 والصغرى 14، في مطروح العظمى 21 والصغرى 14، أما في دمياط فالعظمى 28 والصغرى 15، في بورسعيد العظمى 27 والصغرى 14، وفي الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 14. نروح للسويس العظمى 29 والصغرى 13، والعريش العظمى 30 والصغرى 15، في كاترين درجة الحرارة منخفضة إلى حد ما، العظمى 20 والصغرى 9، أما في طابة العظمى 25 والصغرى 14، حلايب العظمى 28 والصغرى 16، وفي شلاتين أيضا العظمى 29 ولكن الصغرى 17، في شرم الشيخ أيضا العظمى 29 والصغرى 17، وفي الغردقة العظمى 28 والصغرى 15. نروح للفيوم العظمى 31 والصغرى 14، وفي بني سويف العظمى 30 والصغرى 13، في الوادي الجديد العظمى هنلاقيها 35 والصغرى 16، أما في أسيوط فالعظمى 31 والصغرى 12، في سوهاج العظمى 31 والصغرى 13، وفي قنا العظمى 32 والصغرى 16، في الأقصر العظمى 32 والصغرى 17، أما في أسوان العظمى 33 والصغرى 17.